يعني المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين تضع أوروبا على المحك في هذا الصراع على المنافسة التجارية. كيف ترى تأثير هذا الصراع على القارة الأوروبية التي تئن أصلا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ هناك تأثير سلبي للغاية على القارة الأوروبية وعلى اقتصاد القارة الأوروبية، لأن القادة الأوروبيين كانوا يتوقعون أن الولايات المتحدة ستكون حليف اقتصادي لهم في هذه المواجهة وليس منافس اقتصادي، ودعني أقول طرف يتبع السياسات نوعا ما هي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي، لأن الولايات المتحدة دعني أقول وجهت ضربتين للاقتصاد الأوروبي، الأولى فيما يتعلق في بيع الغاز بأسعار مضاعفة عن السعر الأساسي، وهو ما طالب به الأوروبيين أن يكون هناك تخفيض معين لأسعار الغاز الأمريكي الذي يصل إليهم. النقطة الثانية قانون إعانة أو خفض البطالة أو عفوا خفض التضخم الذي تسبب أيضا بخسارة الأوروبيين لمعظم الشركات التي تعنى بالصناعات الخضراء، ولذلك حاولوا الرد على هذه الإجراءات الأمريكية. الخسارة هي كبيرة ولكن يمكن للأوروبيين تحملها، ولكن النقطة الأساسية الآن أن هناك حالة من الانفصال ستكون بين الاقتصادين الأوروبي والأمريكي بعد أن كانوا اقتصادين متحدين دعني أقول في الثلاث عقود الماضية. الآن سيكون هناك سياسات أوروبية مستقلة اقتصاديا، هذه السياسات ستؤثر على العلاقة الاقتصادية مع الصين أيضا، لأن العلاقة مع الصين كانت علاقة غربية أمريكية أوروبية، الآن سنرى علاقة منفصلة وسياسات منفصلة، وهذا أيضا سيؤثر على الولايات المتحدة في الحرب التي تخوضها والحرب التجارية التي تخوضها مع الصين بشكل أو بآخر.